اخوان اخوات، منكم ان شاء الله تكونوا بصحه جيده وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيتكم بوصفه رائعه جدا اللي هي مليحه في المناسبات، مناسبه خاصه رمضان. نتمنىكم ان شاء الله تصوموا بالصحه والهنا وصوموا كاملين بالصحه والهنا وصحه وصحه فطورنا وفطوركم ان شاء الله. وصفه تاع اليوم ان شاء الله اللي جبتها لكم هي تشيز كيك بقلاوه. سمعوني مليح البنات، تشيز كيك بقلاوه يعني هي تشيز كيك لا فورم تاع بقلاوه، يعني ميلونجيناها شويه شويه تاع زمان وشويه تاع دركا، راكم عارفين فيها بعض اللمسات مختلفه، مي معليش. المهم تشيز كيك بقلاوه هذه واش نحتاجوا فيها اليوم؟ نبداو على بركه الله ليزانغريديون. بسم الله. الطبقه الاولى ماشي اللي راح نديروها الاولى، مي راح نوريكم مرحله مرحله. الطبقه الاولى اللي نحتاجوها هي بات فيلو، اكيد بات فيلو راح نديروها، هي اللي تكون في الاسفل. نديروها مع الزبده، الزبده ذايبه راكم متاكدين وعارفين باللي دائما بات فيلو ولا بات تاع البقلاوه اللي نخدموها في الدار ولا اكيد نكونوا نورقوها بالنشا او يعني مايزينا او الزبده. هذه راح نديروها بالزبده، دونك خليهم دو كوتي نحتاجوهم ابخي. واش نحتاجو في الحشوه؟ الحشوه الاولى اللي نحتاجوها هي هنا، انا عندي اللوز، واللي بغى يديرو مع البيستاش والله يديرو مع لينوا، كل واحد كيفاش يحب يديرو يعني كيما تحبوا. انا نحتاج هنايا 60 غرام نتاع لوز مع 60 غرام نتاع نوا، اولا عندكم اللوز بوحدو نديرو 120 غرام. نمرو هنايا للسيرو اللي راح نديرو في التشيز كيك بقلاوه. اول حاجه نحتاجو حبه تاع قارص، حبه تاع قارص واش نديروها؟ نديرو منها طرونش، والعصير تاعها الجو تاعها نديرو يعني واش جابنا نص كاس ربع كاس ما يهمش. نديرو هنايا في طاوه ولا في كاسونه كيما نقولو. نحتاجو هنايا بسم الله كاس تاع سكر، زوج كيسان نتاع ماء، نحتاجو شويه تاع كانيل قرفه. اللي عندها الاخوه والاخوات اللي عندها ماشي اون بودغ، عندها الباتون، عندها العود هذاك تاع الكانيل، ديرو يستحسن خير يمد بنا احسن من البودغ. انا ما عنديش دونك درت البودغ ماشي مشكل. ونحتاجو هنايا ملعقه نتاع عسل كيما راكم تشوفوا هكذا. نحركو كل شيء مع بعض بارد في بارد ونديهم فوق النار، خليهم يغليو مده 10 دقائق ونطفيو عليهم. وهنا البنات اللي ما بغاتش لوغو تاع السيترون دونك دير الفاني، ديروا كيما تحبوا نتوما. ومن جهه هنا البنات السيرو تاعنا راه ديجا يطيب، مازال ما كملوش 10 دقائق باش نخليوه شويه دو كوتي. هنا نحتاجو الكريمه، الكريمه كيما قلت لكم نحتاجو هنايا 120 غرام قلت لكم مخلط لوز لينوا اللي بغيتو نتوما ديروه، اللي عندكم اللي ما عندهاش دير الكاوكاو. هنا واش نديرو معاه الكريمه؟ الكريمه نحتاجو 3 بيضات، نحتاجو 60 ملي سنتيلتر بلوتو تاع كريمه سائله اللي نطلعوها نديروها كيما كريم شانتي فوالا. هذه هي يعني ماشي راح نطلعوها، دونك نخلطو برك كلشي مع بعض. بغيتو هنا اختياري، بغيتو ديرو جبن ماسكاربون، بغيتو ديرو جبن لي بورسيون تاع المثلثات تاع فاشكيغي، بغيتو تستغنيو على كلشي. انا درت هنايا شريت وانايا من الالمان فيلادلفيا، عندي هاد الفروماج هايل يعني مليح، ماهو مسوس ماهو مالح بنين. ونحتاجو ملعقه حتى لزوج ملاعق تاع عسل باسكو هاد الكريمه ماهيش حلوه. واللي ما بغاش يدير العسل ولا ما بغات ما عندهاش دونك دير السكر لا باس، ولا باش نسموها سوا ديروا سيترون سوا ديروا فاني سوا ديروا، انا راح نسمها بالماء الزهر باسكو راكم عارفين البنات بقلاوه بالماء الزهر. ومن هنا انا حطيت هذاك الفروماج فيلادلفيا، كل واحد واش يحب يدير كما قلت لكم. هنا انا راح نسمو بسم الله بشويه تاع ماء الزهر، غير نسمو يعني ما تخلوش بزاف. من جهه نجيب هذاك العسل وراح ندير شويه تاع عسل يعني 3 مغارف 2 مغارف كيما تحبوا. بسم الله يعني اللي باش تجينا حلوه ما تجيناش من بعد مسوس. فوالا تقريبا 3 ملاعق درت كما راكم تشوفوا هنايا.
نخلطوا كلشي مع بعض. تحبوا بلا فوي ولا تحبوا يعني انا سهلت عليكم باش ما ديروش بالروبو ولا اللي ما عندهاش ميكسر ولا يعني تقدروا فيت في سيرتو هذا المناسبه رمضان ولا العيد ولا كيما تحبوا. هنا نضيفوا البيض بسم الله والاول ومن بعد نديروا لاكريم. نحركوا مليح هكذا البيض ونزيدوا لاكريم ليكيد. ردوا بالكم البنات تقولوا نديروا كريم شونتيي باسكو مانيش راح نطلعوا على نديروا كريم شونتيي خاطر كريم شونتيي كيما قلت لكم راهي هذيك اون بودغ نطلعوها باش نديروها في لي تارت ولا بصح هذه مانيش راح نطلعوها هذه رانا راح نطيبوها في الفرن على درجه 45 درجه يعني طيب لنا تحمر يعني كلشي راه طيب غير لاكريم طيب وهذيك لاباط هذيك فايتي هذيك لاباط فيلو تولينا كروستيون هذا مكان. بسم الله نزيدو هنايا لاكريم ليكيد هنا درتهم في ثلاثة كما راكم تشوفوا يعني البنات تحبوا ديروها في الروبو انا سهلت عليكم وانتوما حرات يعني كما تبغيو ديروا ديروا انا نحركوا كلشي برد في برد مع بعض وهنا في الاخير البنات راح نضيف لكم ملعقه نتاع تارينه تقدروا تستبدلوها بملعقه تاع مايزينا واللي كيما تارت فرماج واللي بغات دير ملعقه نتاع بودينغ دونك دير بودينغ ماشي مشكل حتى هو مليح بصح انا باش نسهل عليكم يعني كل حاجه البنات باش ما تقولوش خلاص راهو عادت لنا الحوايج والله وين وانا معايا ما تلقاوش تلقاو غير ساهله ان شاء الله. شوفوا كندير بالفوي كما راكم تشوفوا انا عندي هذا الاطار هذا السارسو هذا نديرو هنا هو اللي راح نطيب فيه نحطو دو كوتي ونجيب هنا بات فيلو كيفاش راح نديرو باش نوريكم مليح مليح كيفاش ديرو البنات يعني طريقه سهله وما تخموش كاع فيها ما تخافوش نديرو هكذا البنات نجيبو الزبده نبداو ندهنو بالطرف بشويه كما راكم تشوفوا الزبده ديجا تكون بارده شويه نديرو بشويه بشويه كما راكم تشوفوا طريقه سهله البنات كما راكم تشوفوا هكذا نزيدو نديرو هذا الكوتي ندهنوه مليح مليح ونزيدو نديرو نعاودو نطويوه المرة الثالثة نزيد نديرو الزبدة هكا يعني طريقة سهلة البنات والله طريقة سهلة يعني بلا ما تتعبو فيها ونزيدو نعاودو نديروها هكذا ندير لها الزبدة في دو كوتي ماشي مشكل نديرو في الكوتي الأول ونزيد نديرو في الكوتي الثاني كما راكم تشوفوا هكذا طريقه هنا سهله البنات شوفوا مليح البنات كما راكم تشوفوا لهنا نهزها كيفاش نديرها نديرها هكا نديرها هكذا نخليها شويه على برا تخرج ما يهمش كما راكم تشوفوا هكذا نزيدوا حبه واحده اخرى ونرجع لكم المهم نديرهم كاملين ونولي لكم تشوفوني
نجيبوا هذه الحشوه. بسم الله نديروا لها، كاين اللي يحب يدير لها العسل يدير لها العسل، يحب يدير لها العسيله. انا هنا ما حبيتش نكثر عسل على العسل، يعني باش تجي فريمون تشيز كيك، تشيز كيك بقلاوه. فوالا ما نكثروش بزاف بزاف، غير نبلوها شويه. واللي بغى يدير العسل يدير العسل. فوالا نخلطوا كلشي مع بعض ونديروها، وما نديروش الزبده البنات لهنا. هنا باش نوريكم الطريقه اللي كيفاش راح نديروها، والفرن راه مشعول على درجه 170 درجه. حنا كما راكم تشوفوا البنات نديروا لا مواتي، بسم الله نديروا غير النص نتاع الخليط، نوزعوه كامل كما راكم تشوفوا هنايا، والنص القليل نخليوه. دونك هنا نجيبوا الكريمه، سمحوا لي الضجه ولادي راهم يلعبوا مليح. هنا نجيبوا الكريمه كما راكم تشوفوا، بسم الله نفرغوها هنايا فوقها كامل، ما تخافوش منها البنات خلاص كما راكم تشوفوا. جينا نيشان على حساب البلاطو. فوالا في هذه المرحله نزيدو نجيبو هذاك اللوز اللي درناه، نزيدو نديروه من الفوق، يعني التحتاني يبقى والفوقاني شوفو كيفاش يجي البنات. فوالا كيما راكم تشوفو هكذا، نكملوه كامل نديروه، يعني ما تخافوش منو خلاص. كاين اللي يحب يدير غير من تحت ما يديرش من الفوق، ماشي مشكل، يعني كيما تحبو. فوالا لهنا البنات، تحبوا ترجعوه كامل ترجعوه، تحبوا تخليوه كيما راه. عندي واحد الطريقه نوريها لكم، لا كيما قلت لكم هادو لي شوت اللي بقاو والله غير نقطعوهم. شوفوا البنات غير تقطعوهم وديروهم من الفوق هكذا عشوائي عشوائي. مام هادو حنا رايحين نقطعوهم، دونك هادو بذاتهم نرجعو ليهم كيما راكم تشوفوا، ونديروهم هنايا هكا من الفوق كيما راكم تشوفوا البنات. يعني تحبوا ديروه كامل، تحبوا ديروه غير شويه، يعني نتوما احرار. لهنا البنات كيما راكم تشوفوا الوصفه تاع نهار اليوم راهي خلصناها، اللي هي تشيز كيك بقلاوه بلوتو. راح نوري لكم طرف منها، بسم الله نحيدو. تزيين اختيار، انا درت شويه بيستاج، اللي بغات دير اللوز اللي بغات تخليها سامبل ولا لا باس. بسم الله شوفوا القرمشه تاعها، صدقوني تجي رائعه تجي هايله. المهم نوريكم انا شي طرف منها وتشوفوه كيفاش جات، تجي هايله. فوالا وراهي مازال هي سخونه، يعني بغيت نوريكم شويه منها. فوالا نقطعها شويه منها شويه منها، ونوريكم داك الطرف لي تالمون كي جات تقرمش وجات كروستيون، صدقوني تجي هايله كيما راكم تشوفوا البنات. شوفوا الطبقه اللي راه تبان تاع اللوز، والطبقه تاع الكريم اللي درناها، والطبقه من تحت ومن الفوق نتاع البات فيلو. ايوا الفيديو البنات الاخوه والاخوات، هذا الفيديو الا كان عجبكم تاع نهار اليوم، نتمنى لكم ان شاء الله ديروا لي لايك وتابونيو، اللي مش متابوني معايا يدخل في القناه تاعي، وما تنساوش تعليق المحفزه تاعكم كالعاده. وسهرة ممتعة ورمضان مبارك عليكم علينا إن شاء الله، وإلى الملتقى في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.